الوحيده لقيتها الكاره انه بالنسبه لقطاع غزه، وانا جوزي مريض كانسر وجيت على ناصر عشان اكتب له رشته وراح على المشروع اجيب له العلاج تبعه. اكثر من هيك احنا هاي اللي عايشينه في غزه، احنا بنتمنى انها تطلع لنا الدول ترحم اهل غزه من اللي احنا بنعاني فيه، لا غاز لا ميه لا كهرب ولا حاجه لنا، فيش ولا اشي. نفذ من البلد والغاز، كل انواع الغازيات نفذت من البلد يعني، فاضطرينا انه نستعمل الكاره لانها ما بتحتاج لوقود ولا شيء، لنقص الوقود الكبير اللي صار في البلد. المشاوين بتلعن على الطرة، على الطرات حين سيصلنا، فيش في السيارات، فيش بنزين، فيش خبز، فيش مية، فيش طحين، فيش ولا حاجة. وين المسؤول؟ وين يا رئيس؟ وين العرب؟ وين يا محمود عباس؟ إلا مين سيبتنا في غزة؟ وين العرب؟ ولا.